بالله اليوم 22/8/2022 المكان واد سوس عند الملتقى مع وادي السن عند ذلك الربطة تم يتلقوا مع وادي السن وهذا هو واد سوس المعروف أنه في سهل سوس وهذا كذلك من الأودية المهمة في الدراسة اللي هي دراسة مشروع مائي ضخم من وادي المخازن إلى وادي الذهب القاسم المشترك. احنا الآن في الجزء السابع. هاد الأجزاء اللي كنضرب الأرقام منذ تاريخ 30/7/2022 منذ تاريخ بداية نشر هذه الدراسة كندير لها أرقام. أما غتلقاو فيديوهات أخرين كيتكلموا مكتوبة عليهم الدراسة ولكن عليها غير رمز، الهضره مجرد رمز ماشي واضح الدراسه عليها انني كنهضر على هذه الدراسه على هذا المشروع المائي الضغط. الان كنكلمكم كنهضر معاكم بالماء بالمشاهده من واد سوس. حتى ما كتشوفوا هذا المكان راه لو كتشوفوا فيا بالحمله هذا الشيء كله كتشوفوا كيكون بحر ديال المياه، بحر ديال المياه كتمشي للبحر. وراه ملي كيتلاقى كذلك من هنا واحد الكيلومتر كيتلاقى مع وادي السن. وادي السن جاي من الجبال، وادي السن هو اللي كيخوي فيه سد عبد المؤمن الموحدي. نعم، دابا باش نفهمكم أكثر وبشكل مختصر، دابا هاد واد سوس عندنا فيه عليه السد أولوز، سد أولوز كيبعد من المصب ديال نهر سوس 200 كيلومتر، يعني كاين حدا أولوز، بينما المياه اللي كتجي من الأطلس الصغير والأطلس الكبير من بعد هذيك من بعد اولوز الى اكادير مياه لا مثيلها، بحر من المياه كتضيع. خاصكم تشوفوا ايام الحمله وتشوفوا هادشي، هاد القنطره راه كتغبر، هادشي كله كيغبر. علاش؟ لان المياه اللي كانت مجموعه في السد هي مجموعه والاساس ديال السد. علاش توقع السد؟ توقع تاسس على اساس باش يزود المياه الجوفيه لسهل سوس. وسهل سوس كما في علمكم ان الفرشه المائيه ديالو في الشكل ديالها الطبيعي بدون استهلاك فيها 50 مليار متر مكعب، وكتجدد مع الشتاء ومع الايام الى ما تستنزفت اكثر. ولكن بكثره الاستنزاف ديالها وبكثره الاستهلاك ديالها، لان سهل سوس هو اللي هز المغرب في الفلاحه وفي الخضار وفي البواكير وفي الحوامات، ماشي غير المغرب، افريقيا واوروبا، بانه كيشغل مئات الالاف ديال اليد العامله، واحد العدد ديال الشركات، واحد العدد ديال الاتيبيا وديال الضرائب اللي كتخلص من هذا النهر سوس. ولكن المشكل ان الفرشه المائيه فيه تاثرت بشكل كثير، لهذا وضع ذلك السد. ولكن السد ما مشاش المياه ديالو الى سهل سوس، بالعكس السد مشى تحت الجبال ديال الاطلس الصغير، بما جعل واحد العدد ديال العيون والابار كيتزاد فيها الماء من ناحيه اغرام، من ناحيه تفراوات، هذا مزيان، فين ما مشى الخير ينفع. ولكن الان احنا بصدد الدراسه، الدراسه هو اننا غنديروا هنا في هذه البلاصه على من المنطقه ديال واد سوس مع وادي السد حاجز مائي، ليس سد ولكن حاجز مائي عالي ياك، باش يحبس الماء، والماء ملي كيف يعبر كله راه يمشي للبحر طبيعي، لان هنا ما بقى الا البحر. اما السد غادي يكون على واحد 15 كيلومتر من هنا عند واد الواعر، عند ملتقى الواد الواعر مع واد سوس. علاش؟ لان من تما غناخذوا واد صناعي، نهر صناعي من ديك المكان غادي يمشي على واد مولاد محله، على شرق القردان كما قلت لكم في الدرس الاول، ويمشي على شرق كذلك الشرق ديال سبت عيت ميلك. علاش؟ وحتى يخرج وحتى يتحط في واد ماسه في السد يوسف التاشفين، باش ديك الاوديه كلها اللي كتهبط من الاطلس الصغير من الغرب ديالو، لانها كتشدد غير في الخلاء وكتجير واحد العدد ديال الضياع، كل هذيك المياه غتبدا تطيح في ذاك النهر الاصطناعي اللي درنا شاد من هنا عند المنطقه ديال واد الواعر مع واد سوس. والمنطقه مع واد الواعر ديال سوس واد الواعر غناخذوا ليه الماء اللي غنجيبوا ليه بطبيعه الحال اللي هابط من الجبال، من الجبال اللي هنا اللي هنا جايين من سد عبد المؤمن، اللي جينا من الدراسه اللي جايه من راه بديناها من واد مخازين وواد سوس
الى واد الربيع، الى واد تنزيفت، الى هنا واد ابو موسى. هاد ابو موسى هو اللي كيخوي في هذا وادي السن. المهم باش يتلاقاو هنا عند هاد واد سوس. واد سوس عندما احنا واحد 15 كيلومتر من بعد غادي نصورها لكم، صيفط لكم فيديو منها. غادي تلاقوا تما عند الواعر باش نديروا واحد السد، غادي يكون بحال الشكل تقريبا ديال السد العالي ديال مصر، وهي مياه كثيره كتجي. يا حبابي يا ريتكم تشوفوا، راه الماء اللي كيجي هنا كثير، راه بعض الخطره مشات انزكان تغرق بما فيها الدشيره، بما فيها الجهاديه، بما فيها تيكيوي، بما فيها انزكان، كله مشى يغرق بسبب هذا النهر. لان السد بعيد 200 كيلومتر، ولكن الاطلس الكبير هذا كيخوي بشكل كثير، والاطلس الصغير كيخوي بشكل كثير، وكلهم كيخوي في واد سوس. وفي الاخر ديك المياه كتمشي كطيح في البحر. علاش درنا هنا السد ثمانية؟ علاش غنديروا هنا واحد حاجز ماعي؟ علاش؟ باش هاد الماء اللي كتمشي، هاد الماء اللي تمشي للفرشه المائيه اللي تزود بها الفرشه المائيه ديال سوس، اللي هي في الاصل ديالها 50 مليار متر مكعب، ولكن كتسال وكتعوض كتنقص وكتعوض ديالها مع الشتاء. ولكن هاد الايام السنين الاخرى ما تعوض، لان الاستهلاك ديالها كثير وما تعوضت. حتى ان علاش دار ذاك المشروع ديال تحليه الماء ديال شتوكا اللي باش يسقي لنا 15000 هكتار، ولكن مع الجفاف داك الماء ديالو باش يمشي يسقي هاد 15000 هكتار يلاه مشى لاكادير والمدن المجاوره له، بيزودها بالمياه الجوفيه، بالمياه الشرب. يا احبابي كما قلت لكم، هاد الشيء خصو ما يبقاش يضيع. المياه ديال الشرب ما خاصها تمشي في المراحيض. راه هضرت راجع الدرس الاول والثاني باش تفهموا، راه هذاك هو المدخل. دائما غنقول لكم رجعوا دابا باش تعرفوا المدخل علاش كنهضروا. هذا واد سوس هو الاهم، لاننا ملي غنجمعوا هنا حاجز ماعي، شوفوا هذه المنطقه كلها، كل هذه المنطقه بما في وادي السن كلها خاصها تكون بحيره بذاك الحاجز المائي، ليس سد حاجز مائي عالي. وواحد القضيه بالنسبه لديك التربه اللي كتجمع عند السدود او عند الحواجز المائيه، خاصه ديروا شركات اللي كيجبدوا ديك التربه الاطربه اللي كتجمع عند السدود. كما اننا ها هما شوفوا الكياس ديال الشركات كتصال تستغل الحجار والكياس، هما كتشوفوا ياك وكتعطي عمله صعبه باش كتخرج. كذلك ديك الاطربه خاصها تجمع وتجفف وتباع الفلاحه باش يزودوا بها الاراضي اللي هي ناقصه من اسمده وغتعطي مزيان. هذه فكره ممتازه عاود، خاصها تقنيه اخرى. ما علينا، خلينا في النهر اللي هو من واد المخازن الى واد الذهب. قلنا الملقى هنايا غنتلاقوا عند الواد الواعر على واحد 15 كيلومتر بالشرق هنايا، باش يتلاقى الماء اللي جاي من الجبل اللي جاي بينه من واد مرويح تتلاقينا هنا. وفعلا ودرنا نهر اصطناعي غادي بشكل عميق باش يتلاقى لنا مع واد ماسه طبيعه الحال، باش اننا نزودوا المياه الجوفيه، وباش ديك المياه اللي كطيح من الشتاء وكطيح من الشرق وكطيح من جبال الاطلس الصغير كلها تجمع في ذاك الواد اللي غنديروا عاري شاد ما بين واد سوس الى واد ماسه، باش تبقى ديك المياه كلها ما تضيع ما تمشي فين. خاصكم تعرفوا ان بهذوك المياه اللي كطيح من جهه امي مكار ومن جهه ايتباها وكذا، غالبا ما كتيه في ديك المنطقه وكتمشي تهبط على ولاد دحو وكتسبب واحد الخساره كثيره في الاراضي الفلاحيه. هذيك الماء كلها غتبدا تطيح في هذا النهر الاصطناعي اللي غنديروه رابط ما بين نهر سوس وواد مسع اي سد يوسف التجمي. المهم هذا الدرس السابع او الجزء السابع من الدراسه. اما الفيديوهات اللي كتلقاوهم مره ما عليهم لا اسماء ولا والو، فعلا هما تابعين الدراسه، ولكن كانوا فاعلين بتواريخ قبل 30/7/2022. قبل ذاك التاريخ راه غتلقاو فيديوهات فيهم دراسه ديال مشروع ماعي ضخم ياك، ولكن تلقاو عرمس ما كنهضرش فيه على الدراسه بشكل واضح كما كنهضر بهاد الاجزاء المرقمه 1 و2 و3 و4 و5 و6، والان حنا في السابع. نعم هذا اللي كنقول لكم، ومازال للحديث بقيه، ومازال للدراسه عمل جبد من مواقع مهمه، وفي كل بلاصه غنصور لكم الاجزاء وغنصور لكم بشكل واضح وملموس، وهانتوما كتشوفوا ها هو المياه اللي كتضيع هنا بشكل كثير وبشكل كثير وبشكل كثير، كتضيع وكتمشي للبحر. حرام
حرام عندنا. ثم ان المياه الفرشه المائيه كنخلوها تضيع بسبب، وخاصنا احنا محتاجين ديك الفرشه المائيه اللي هي في سهل زوز اللي هي المقدار ديالها 50 مليار متر مكعب اللي هي العاديه، ولكن دابا قلت خاصها تعاود تزود وتعاود ترجع الهيبه ديالها والتقوى ديالها وترجع الفلاحه كما خصكم تعرفوا. انا هاد نهر زوز عندنا واحد العدد ديال العامله كبيره وكثيره. المهم للحديث بقيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.